مرحبا. بهذا الفيديو رح احكي عن تجربتي بالزراعة بالأكياس، زراعة البطاطا بالأكياس، ورح احكي شوي عن منافع وأهمية هذا النوع من الزراعة خصوصي لتأمين حاجة المنزل الأساسية من البطاطا أو أي صنف آخر. أول شيء نحن مش بحاجة لأرض خصبة لنزرع البطاطا بالأكياس، بحاجة لترب أو كومبوست 50%، وفينا نزيل ال 50% الثاني تراب ورمل نخلطهم مع بعضهم ومنحطهم بالكيس على سماكة 15 سنتي فقط. بعدين منحط البذور، 3 بذور بكل كيس ب3 زوايا مختلفة، ومنطمهم بكم سنتي على وجههم من نفس المكس اللي حكينا عنه. بعدين بس يطولوا، كل ما يطولوا شوي منطم زيادة لنوصل مثل ما شايفين هون ل 80% من الكيس تقريبا. بفترة زمنية ما بتتجاوز ال4 أشهر بحد أقصى منكون عم نشيل البطاطا من الأكياس وعم نأمن مونة البيت لسنة كاملة. والجدير بالذكر أنه فينا نعمل موسمين، يعني موسم منزرعه بنيسان أو بأذار بأول الربيع ومنقطفه بالصيف، وموسم منزرعه بالصيف ومنقطفه بالخريف. وبهالحالة من مساحة ما بتتجاوز الكم متر مربعين فينا نأمن مونة البيت النظيفة من البطاطا بشكل كامل لمدة سنة كاملة. عم ناخد إنتاج نظيف، ما في أسمدة كيماوية، ما في أمراض، وعم ينسقى أهم شيء بمي نظيفة. ومن الأشياء المهمة بهاي الزراعة أنه بحاجة لكمية قليلة جدا من المياه. هول الأكياس اللي قدامكم عم بسخيهم كل يومين معدل لتر أو لتر ونص لكل كيس من البطاطا، بالوقت اللي الشتلة بالأرض بتستهلك بين 5 و10 لترات باليوم، لأنه نحن بهاي الحالة ما في هدر للمياه، تبخر محدود جدا، وما في مياه عم بتروح تحت الشروش النبتي وعم بتروح هدر بباطن الأرض. هلا كثار يمكن يسألوا شو هو الكومبوست؟ هو فضلات نباتية من الأكل، فضلات الطعام بالمنزل، فينا نكومها بطريقة معينة وبتتحول بين 3 و6 شهور حسب الحرارة والرطوبة لكومبوست. هذا الكومبوست غني بالنيتروجين، غني بالفوسفورس، غني بالبوتاسيوم وبكل العناصر اللي بتحتاجها النبتة لتمشي. والأهم من هيك أنه بيحافظ على المي وبيسمح لشرش النبتة أنه يمشي، لأنه ما بيبلط مثل التراب العادي اللي منشوفه بالحقل. إذا كلنا اعتمدنا تسبيخ النفايات العضوية من منازلنا منكون عم نخفف 50% من حجم النفايات اللي عم بتروح على المطامر ومعامل الفرز، منكون عم نحافظ على بيئتنا، ومنكون بنفس الوقت عم نستفيد من هذا الكومبوست لإنتاج الخضار والمنتجات العضوية لصحتنا ولصحة أولادنا. الزراعة أولوية، البيئة أولوية، يلا نزرع.